والربع فرض الزوج إن كان معه. خلاص الزوج والزوجة، الربع غرفة الزوجية. نعم، إن كان معه فرع وارث، جاء فرع وارث ربع، عدم الفرع الوارث نصف، والزوجة يقال قال يتعاورا، يعني ها الزوجة عكس الزوج في الشروط. نعم. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. نعم، ما لنا علاقة احنا، القرابة ما لنا علاقة بها، العلاقة في النسبة للميت. خلاص تزوج فلان من الناس والزوجة عندها أولاد من زوج سابق ثم ماتت، هذا الزوج ما لنا علاقة عنده أولاد منها أو لا، ماتت هذه الزوجة عندها ولد، إذن يأخذ ليس قال هذا ليس بولدي، وش علاقة فيك أنت؟ إحنا ما نسأل عنك أصلا، أنت ترث لا تتكلم، مفهوم؟ عندي ولد ما عندي ولد، تزوجتها وكان عندها ولد من سابق، هذا ليس لك علاقة أنت فيه. عندها ولد؟ قال نعم، إذن تأخذ الربع. ليس لديها ولد؟ طب هو تزوج، احنا ما نبغى نمثل فيك بالزواج، الله يثبتك، قول امين. اي نعم. تزوج وعنده اولاد، زوجه ثانيه هداها الله. تزوج زوجه ثانيه ثم ماتت. قال انا عندي اولاد. ليس لنا علاقه، عندك اولاد ما عندك اولاد، هذا اللي ماتت، عندها ولد؟ لا، اذا نصف. مفهوم؟ اي نعم. قلنا الغي كل قرابه، اعتبر القرابه فقط بالنسبه ميت. مفهوم؟ احسن حل تقدر من الميت انت، تعرف تحل المسائل لانه تذكر الاخره. اما تموت غيرك لا. مفهوم؟ اذا تريد تفهم الفرائض اول شخص ها تحاسبه في التركه من؟ نفسك. احسن حل والله. خلاص؟ اي نعم، لا تموت احد. نعم. بسم الله. وهو لكل زوجة او اكثر. او اكثر الى اربعة. ما احد يفهم اكثر من اربعة، نعم. وبعض الاخوان اسمعوا، والله امر مهم جدا، هذا ليس بكلامي، كلام شيخ الاسلام وغيره من الائمة. هذا الامر الكلام في النساء وفي التعدد ليس بممدوح، مذموم. إلا للحاجة أو الضرورة. قال جنبوا السلف، السلف اقتداء بهم، قال جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم. مفهوم؟ أتكلم هنا ولا هنا ولا هناك ولا هناك. مفهوم؟ طالب علم ما يتكلم في هذا. كتاب النكاح اتركه، ادرس كتاب الطلاق، عدد استبراء، الرقائق، الدار الآخرة، زيارة. جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم. عيب، عيب طالب علم يتكلم هذه المسائل. مفهوم؟ لعب والكلام الفاضي هذا ما نبغاه. طيب والله هذا ليس بكلامي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال علماء التفسير أي في شأن النساء، ذكر له النساء. لو الدرس هنا الآن في النكاح والله أظن ما نجد مكان نجلس فيه، شوف الانشراح الصدر والضحك. أما نتكلم في التوحيد، نتكلم في الموت، في قسم التركات، ها ما يعجبه بعض الناس، قال ما احنا حاضرين. والله لو نقول غدا الدرس في النكاح، الله أعلم أنه يعني ممكن أهل الإحساء يمكن المنطقة الشرقية تحضر. عيب والله عيب، ما حيتكلم في هذه المسائل إلا العلماء، صح؟ طلاب العلم تكلم في بعض المسائل، قد يتكلم بكلمة كذا كذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس
قد يكون في معنى كلام رحمه الله، يقول بعض الناس في صورة إنكار المنكر قد يكون هو داعي للمنكر، والله مفهوم. أتكلم ذا المسائل تعدد كذا، فلان صنع شال حط، لا أترك. خاصة هذه الوسائل اليوم من يستخدمها في السيء. أرسل لك مقطع، معلش خلنا نعلق قليلا بس، معلش يا أخي بعد ذلك مصيبة هذه والله. يرسل لك مقطع، عفوا المقطع في نساء حبيبي، عفوا المقطع في موسيقى صح، عفوا المقطع في شركة أكبر، والله طب أنا أشوف شركة أكبر والمرأة و... طب أنا ضعيف، ضعيف ها، ضعيف أم لا؟ أضعف ما يكون يا رجل. فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ترسل لي مرأة وغنى وشركة أكبر وفلان الضال وفلان المبتدع، طب لماذا ما ترسل لي كلام شيخ الإسلام، كلام الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوز صح، هيئة كبار العلماء، ترسل لي فتوى الضال وانظر إلى ما قال وتفحيط وما أدري إيش، ونفتش اليوم، إيش رأيكم؟ فتش جوالات ونشوف إيش المقاطع الموجودة. 99 الله أعلم بالمئة أسوأ من السيء صح؟ نعم. اتركوا هذا الكلام، ما حتكلم فيه، هنا قسم التركات فقط، ماتت أو مات، موت يذكر الآخر، هذا لا تتكلم. الزوجة فأكثر إلى 4. نعم. يصنف العلماء رحمهم الله تعالى النكاح ضمن الأحكام التكليفية 5. بعض الناس في حق الزواج واجب، والبعض محرم، إيه نعم، والبعض مكروه، والبعض مستحب، والبعض مباح في حقه النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. ليس فقط الأولاد، سيقول الأولاد وأولاد الأولاد، ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل. نعم. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم.